كان عملا مشتعلا بحق مشاهدينا الكرام، وفي الجنوب في السودان تحديدا كان الأكثر اشتعالا والأكثر دموية والأكثر أيضا عنفا على مدار الشهور الماضية. الأزمة السودانية ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي أدت لأكبر حالة نزوح في العالم، 1.7 مليون نازح نزحوا، وأيضا الباقي يعاني من المجاعة بشكل كبير جدا ومن تدهور الحالة الصحية. الوضع في السودان يرصده التقرير القادم. بعد سنوات عاشها السودانيون وسط دوامة من عدم الاستقرار، جاء عام 2023 حاملا معه أوزار حرب عبثية لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ولا يعلم أحد متى أو كيف تنتهي. في نهاية عام 2022 وتحديدا في 5 ديسمبر، وقع الفريق عبد الفتاح البرهان قائد الجيش رئيس مجلس السيادة مع نائبه وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بحمتي وعدد من القادة المدنيين اتفاقا إطاريا لإنهاء الأزمة السياسية وتمهيد الطريق لتشكيل سلطة مدنية انتقالية. كان من المقرر أن يتم توقيع الاتفاق النهائي في 1 أبريل 2023، إلا أن التوقيع لم يرى النور وتأجل مرتين وسط خلافات حادة حول خطط دمج قوات الدعم السريع في الجيش وما إذا كان الجيش سيخضع لإشراف مدني. سرعان ما تحولت هذه الخلافات إلى توتر متصاعد بين البرهان وحمتي، ليتحول صباح يوم السبت 15 أبريل إلى مواجهات عنيفة دامية لم تهز السودان فحسب بل المنطقة برمتها، حيث دخل الجيش في مواجهة مع قوات الدعم السريع والتي كانت حتى شهور قليلة أحد إن لم تكن أهم مكوناته الرئيسية. المواجهات تركزت في العاصمة السودانية بمدنها الثلاث الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان والمناطق القريبة منها ومدن أخرى مثل مدينة الأبيض الواقعة وسط ولاية شمال كردفان ومدينة الجنينة غرب إقليم دارفور. وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية، أدى النزاع العسكري حتى الآن إلى سقوط أكثر من 10,000 شخص وتشريد نحو 8 ملايين إلى مناطق داخل وخارج البلاد، فيما استمر توقف أكثر من 70% من النشاط الاقتصادي، واتسعت رقعة الجوع لتطال أكثر من 24 مليون شخص من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 42 مليون نسمة. طبقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أكثر من 317 ألف لاجئ اضطروا للفرار إلى مصر منذ اندلاع النزاع، وذلك عبر معبري قسطل وأرقين البريين. وزارة الصحة المصرية كانت حاضرة في معبري قسطل وأرقين لتقديم كافة أوجه الدعم الطبي للمصريين العائدين من السودان والأشقاء السودانيين وجميع النازحين من كافة الجنسيات، حيث تمركزت 5 سيارات إسعاف في أرقين ومثلها في قسطل، فضلا عن زيادة عدد العيادات المتنقلة في منافذ الوصول من 5 إلى 10 عيادات. سياسيا، شهد 11 مايو إعلان جدة الإنساني الذي وقعته القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بشأن تجديد الالتزامات بالقانون الإنساني الدولي الذي ينطبق على هذا النزاع المسلح. في 13 يوليو استضافت مصر قمة دول الجوار التي وضعت مسارا شموليا للأزمة يتضمن وقف إطلاق النار وتيسير الجهود الإنسانية وإقامة حوار شامل بين الأطراف السودانية. الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا خلال القمة إلى تشكيل آلية لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية، على أن تطلع الآلية بالتواصل المباشر مع أطراف الأزمة والتنسيق مع الآليات والأطر القائمة. أما في 7 أغسطس وفي إطار مبادرة دول جوار السودان بقيادة مصر،
عقد الاجتماع الأول للآلية الوزارية لدول الجوار في عاصمة تشاد أنجامينا. 26 من شهر أكتوبر شهد استئناف مفاوضات السلام في مدينة جدة، إلا أن وتيرة القتال اتسعت بشكل ملحوظ خصوصا في إقليم دارفور غربي البلاد وفي أجزاء كبيرة من العاصمة الخرطوم. ومع احتدام القتال وتزايد القصف الجوي والأرضي خلال شهري نوفمبر وديسمبر، شهدت مدن العاصمة الثلاث المزيد من موجات النزوح لتتحول أجزاء كبيرة من تلك المدن إلى مناطق شبه خالية تماما من السكان. هذا وتتزايد الأوضاع الصحية سوءا في ظل خروج أكثر من 80% من المستشفيات عن الخدمة والنقص الحاد في الأدوية، فضلا عن انتشار الأمراض المعدية في عدد من أقاليم البلاد. اقتصاديا، توقع البنك الدولي انكماش نمو البلاد إلى سالب 12% خلال 2023 بسبب تداعيات الحرب التي أدت إلى توقف عجلة الإنتاج في معظم المناطق والهبوط الحاد في قيمة الجنيه السوداني الذي يتداول حاليا بأكثر من 1000 جنيه في السوق الموازية مقارنة مع نحو 600 جنيه قبل الحرب. ومع طول أمد الحرب يتخوف السودانيون من تشكل واقع جديد تصعب السيطرة عليه، مطالبين بحلول واقعية للأزمة تمنع تمددها. ليبقى السؤال، متى تنتهي هذه الحرب؟ بل متى يعود الأمن والأمان إلى السودان لينعم أهله مجددا بالاستقرار الذي طالما اشتاقوا إليه بعد سنوات من الصراع؟ محاولة للقراءة في هذه الأزمة الكبيرة إنسانيا في السودان، بينضم إلي الكاتب الصحفي الأستاذ مجدي عبد العزيز. تحياتي ليك سيد مجدي، وكل عام وحضرتك بخير. التحية لك وتحية لمشاهدي قناة النيل، وكل عام وأنتم بخير. 9 أشهر من الاقتتال منذ منتصف إبريل الماضي تقريبا، ولا يوجد قدرة على يعني اختراق فعلي لهذه الأزمة ووضع حد للحرب على الأرض. كيف يعني ترى الأسباب التي أدت لهذا؟ من الواضح وبصورة مباشرة إن أحد أهم الأسباب لاستمرار هذه الحرب لمدة 9 أشهر أن هناك أيادي خارجية تدعم هذه الميليشيا المتمردة، وهذا ليس حديثا يطلق على الهواء. هناك أدلة، حيث جاءت تقارير غربية بأن هناك قائدة في الساد اسمها قائدة أم جرس تمد الميليشيا المتمردة بالسلاح وتدخل من هناك القوات المرتزقة. كذلك هناك خطاب من الكونغرس الأمريكي أرسل إلى وزير خارجية الإمارات يحث به على عدم التدخل وعلى عدم دعم هذه الميليشيا، ويشير إلى هذه الانتهاكات التي اخترقت القانون الدولي والإنساني وإلى جرائم الحرب، وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية التي وقعت في غرب دارفور ووقعت ضد قبيلة المساليش. هذا أحد أهم أسباب استمرار الحرب. لكن إذا كان عن الجهود التي أريد لها أن تفوز وقف الحرب، هناك جهود جبارة. تمام، هناك هذه الجهود، هناك عدد من المسؤولين السودانيين والنشطاء موجودين هنا في القاهرة بيحاولوا يناقشوا ويبلوروا مبادرة جديدة للحوار السوداني برعاية المجلس المصري للشؤون الخارجية لحل الأزمة السودانية، وده استكمال طبعا للجهود المصرية والإخوة المتواجدين في السودان. تقيم هذه الحركة بأي شكل؟ أنا أقيم عموما الدور المصري الإيجابي في الأزمة السودانية. مصر تدخلت تدخلا حميدا إبان ما ذكره تقريركم إبان توقيع الاتفاق الإطاري، وهذا الاتفاق هو اتفاق فضفاض، مجرد اتفاق إطاري، لكن كان الشيطان في التفاصيل. ربما كان المنطق المصري في ذلك الوقت صائبا، لأن مصر قالت للقوى السياسية السودانية، ومصر تتمتع باتصالات كبيرة مع كافة القوى السياسية السودانية دون أن تتدخل في الخيارات السودانية، لكن مصر دعت إلى حوار سوداني سوداني لتهيئة بيئة حوار سوداني سوداني، لأن منطق مصر في ذلك الوقت قال إذا قامت السلطة على الاتفاق الإطاري، والاتفاق الإطاري تدعمه حركات سياسية محدودة وتدعمه دول خارجية، هو أصلا إعادة هندسة للوضع في السودان بدعم خارجي. كان المنطق المصري يقول إذا قامت حكومة أو سلطة على هذه القاعدة الضعيفة ستنهار في وقت قريب،
وهذا الانهيار سيكون اثاره على مصر وعلى دول الجوار. حتى الدول الداعمه لن تتاثر بهذه الاثار السالبه اذا انهارت هذه السلطه. لذلك دعت مصر الى حوار سوداني سوداني لتوسيع قاعده عريضه تقود الفتره الانتقاليه الى بر الامان. هناك من استجاب وهناك من رفض، لكن مصر كانها كانت تقرا، ولذلك وقع الانفجار، لان الاحتدام جاء اما هذا الاتفاق الاطاري ونتائجه التي لم تصل الى نتائج هذه النتائج المراد لها، اما ان تتحقق واما الحرب. وكانت هذه الدعاوي واضحه قبل 15 ابريل، اما الاتفاق الاطاري واما الحرب. الاشكال الاساسي هو كان ان الاتفاق الاطاري يدعو الى وجود جيش واحد في السودان ودمج هذه القوى المسانده للقوات المسلحه التي كانت تعرف باسم قوات الدعم السريع، لكن اريد ان يكون الدعم السريع هو الاساس وان يبتلع الجيش او يكون هناك جيشين، وهذا امر طبعا بالمنطق لا يوجد في دوله جيشين. كان هذا الاحتدام وجاءت الماساه في 15 ابريل حسب ما ذكرتم من اثار في هذا العالم في هذا العام السابق الذي كان هو عام الكوارث في السودان. أشكرك شكر جزيل، وكل الأمنيات أن يكون العام القادم عام الخير والبركة على السودان والسودانيين جميعا. شكرا لك، شكر جزيل أستاذ مجدي عبد العزيز الكاتب الصحفي السوداني. دقائق قليلة مشاهدينا الكرام وينتهي هذا العام بكل ما له وما عليه. لا نتمنى إلا أن يكون العام القادم عام خير وبركة. نتمنى أن تنتهي هذه الحرب البشعة الموجودة داخل قطاع غزة. هذه الأمنية هي الأمنية الأكبر بالنسبة لكل المصريين وبالنسبة لكل العرب، أن ينعم أهلنا في غزة بالأمن والأمان وأن تنتهي هذه الحرب على خير. كل الأمنيات لمصر وأن تظل شوارع في مصر ممتلئة بالناس في أمن وأمان، وأن تظل مصر نواحة للجميع في الظروف الصعبة وفي أيضا الظروف الجيدة. أشكر لحضراتكم حسن المتابعة، والتغطية الإخبارية مستمرة على رأس الساعة، نشرة أخبار مع زميلي محمد شعبان. إلى اللقاء.